وحشتوني جدا يا ستات، وهنبتدي معاكم حلقه جديده في انتي الاقوى. انتي الاقوى طبعا، انتي الاقوى والاهم. انتي الاقوى اسم بنعيشه كل يوم انا وانتي وكل واحده فينا قدرت تنجح. النهارده هيكون معانا نموذج لانتي الاقوى. هي اقوى بجمالها وثقافتها وانسانيتها، هي اقوى بكارير كبير عملته وانا فخوره بيها جدا، هي اقوى بانسانيتها، هي اقوى علشان قادره تكمل وبتتحدى كل يوم مليون حاجه. النهارده معانا الجميله الموهوبه ميس حمدان، هتكون ضيفتنا فانتي الاقوى. للإعلان على قناة المحور الفضائية. رجعنا تاني يا ستات علشان نبتدي حلقتنا، وانا مبسوطة وسعيدة، وهي وحشتني جدا ان هي تصور معايا تاني. ميس حمدان منورانا حبيبتي، وحشتني بجد جداً. انا مبسوطة قوي وانا بصور معاكي، وانا كمان. يعني في الانترو قعدت اقول هي جميلة هي مميزة، لكن الحقيقة ان انتي قلبك ابيض جدا. انت خصايه. ايوه. لا لا بجد والله، رجعولي تاني يا جماعة. قلبها طيب جدا واحن واحده ممكن ان انتوا تتكلموا معاها وتعاشروها. هي غير ما بتبان ساعات للناس ان هي يعني كوميديا وهيبره، في الحقيقه انت شخص مختلف. بس يا فعلا عندك حق. ان اولا مساء الخير عليكي، ومساء الخير على كل المشاهدين بتفرجوا علينا النهارده. يا رب ان شاء الله تبقى حلقه زي الفل. تاني حاجه طبعا انت وحشاني جدا، وانا بتبسط معاكي قوي، وبجد بحس نفسي بتساليني اسئله فيها دفء كده. ما اعرفش النهارده يمكن الموضوع النهارده موضه بقى وحاجات شويه. بالنسبه لموضوع الهايبر دي عندك حق. يعني انا في الحقيقه شخصيتي شويه بتختلف شويه عن لما بطلع في البرامج، في زنبلك كده بيشتغل معايا لما بطلع على التلفزيون، معرفش ليه. بس في الحقيقه انا اهدى كتير، اهدى كتير لدرجه الناس مرات لما بتشوفني في الحقيقه بيفتكروني شايفه نفسها دي ولا منطويه ولا ايه حكايتها. بس يعني عكس مي، مي في الحقيقه منطلقه جدا وفي الكاميرا هاديه وهدوء خالص، وانت في الحقيقه العكس. العكس كتير، العكس كتير قوي قوي. واحنا بقالنا سنتين بنحضر للحلقه دي، وكنا هنصور في دبي، وصحينا الساعه 7 الصبح وهنصور، وللاسف حطينا ميك اب ولبسنا وجزر روح التصوير، بس ربنا ما عرفش كل حاجه. الحمد لله الحمد لله. بس صورنا، عارف الساعه كان حلو قوي. قوي 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 بجد، من احلى الحاجات اللي انا صورتها والحلقات. حبيبتي الستات والحب والستات والموضه والستات والحياه. الستات دايما عندهم تفاصيل مختلفه الناس ما يعرفوش عنها حاجه، او الرجاله بيشوفونا دايما نكاديين مركزين في التفاصيل. يعني بيقولوا ايه، يعني اوفر في كل حاجة. انت بتشوفي الستات كده؟ لا طبعا، مش كلنا مش كلنا اوفر، ومش كلنا كده. كل واحدة ليها اهتماماتها، وكل واحدة ليها حاجات بتركز فيها اكتر من التانية. يمكن انا وانتي عندنا اهتمامات الفاشن، عندنا اهتمامات الفنية. في واحدة ست الموضوع ده لا يعني لها تماما، اهتماماتها الطبخ والعيال. وفي ست اهتماماتها ال 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 القراءة، في ست اهتماماتها الرياضة، في ست اهتماماتها الرجالة، ودي هتبقى فاشلة فاشلة فاشلة. عجبتني قوي الجملة. فاشلة فاشلة فاشلة. فكل واحدة ليها اهتماماتها. بس يمكن عندك حق ان احنا في حتة الاوفر. الست بطبعها ايموشنال، فتلاقيها لما بتهتم بحاجة وتديها
نصيبها من 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 تفكيرها، فبتبقى اوفر في الاهتمام واوفر في العطاء واوفر في التركيز واوفر، مرات بتيجي نيجاتيف ما بتبقاش بوزيتيف، ان انت ما بتركزي في حاجه زياده عن اللزوم ممكن تقلب معاكي رده فعل عكسيه. فاهمه قصدي ازاي؟ انت ايه اكتر حاجه فيها اوفر يعني؟ لا نصيبها بقى معاكي نصيب جامد قوي. النوم. النوم. انا بنام نوم. لا لا ما بتناميش يا مايس. انا بنام، بص ما انت بتفكري انا بصحى بدري قوي. بصحى 6 و7 و8 الصبح. أوكي. بس بنام كام؟ كام؟ 10. فانت لما تيجي تعدي عدد الساعات هتلاقيني نايمه قد ايه؟ 9 ساعات مثلا. لا يعني 10 ساعات. 9-10 ساعات. انا بحب النوم، وبحاول لما باجي اتكلم عن النوم بلاقي الناس ما بتستوعبنيش. يعني شايفه قطة عوش. يا جماعه شغفي والباشن بتاعي للنوم، يعني النوم انا مصدر سعاده بالنسبه لي. اوكي. يعني لما ابقى عايزه ابقى سعيده اول حاجه افكر فيها يبقى النوم لازم اول حاجه تتعمل. لما النوم يبقى انا حققت فيه نجاح. ونمتي كويس. عندك شغف على حاجه بتحبيها قوي فبتبقى عايزه تحققي فيها نجاح. انا بالنسبه لي النوم نجاح، يعني لما اكمل 10 ساعات نوم ده بالنسبه لي سعاده، سعاده كبيره. لا طب ثواني، هو انت يعني بيبقى عندك ارق فبتبقي نفسك تنامي؟ لا انا بحب النوم. انت بتحبيه؟ ممكن ما اكذبش عليكي. مرات لما بيكون في حاله نفسيه سيئه بهرب من الواقع. ده اللي اكتشفته بعد فتره طويله قوي. اكتشفت ان انا بهرب من الحياه، بهرب من الواقع، بهرب من الضغوطات اللي بنعدي فيها احنا كلنا كبشر للنوم. والموضوع كمل معايا بقى. حبيتيه بقى. حبيته فابتدى الموضوع كمل معايا. لا طب غير النوم ايه يعني انت بتشوفي انه غير اهتمامك ان انت بتحبي؟ انا كمان بحب النوم جدا. انا لما بصحى 9 ساعات ده بالنسبه لي بعقاب، لازم لو 10 يعني هنام 10 ساعات. طب امال انت قاعده بتنظري عليا؟ برج العقرب بقى. منبهره مني جدا ليه على لا فكره؟ لا بس انا مش انا ودودي عقرب فوليعاذ بالله يعني. طيب مش بحبه، ده بالنسبه لي زي الهوا فهماني، بس مش بحس ان انا بحبه، بس ده لازم حاجه تحصل. فانت لقيت في حب بقى في حاجه تانية؟ ما هو مش طبيعي لان هو اكتشفت انه دي عدد ساعات زياده. الناس الطبيعيه بتنام في ناس 6 و7 و8 ساعات، لا ده يعتبر عدد ساعات كتير. هم كانوا عاملين دراسه بيقولوا ان الست تنام 8 والراجل ينام 6، بعد كده قالوا الستات من 8-10 عشان تقريبا الناس اللي زينا كتير. طب ده حلو قوي بقى الموضوع، احنا كده احنا فل الفل. لا غير النوم ايه اكتر حاجه؟ قولي لي قصدك على ايه بالظبط؟ يعني في حياتك انت من الناس اللي بترقصي كتير ودايما على السوشيال الميديا بتحطي فيديوهات رقص، مع انها بتجيب لك وجع دماغ بس بتحطيها برضه. لا بصي وجع الدماغ ده اكيد ما بقاش وجع دماغ. زمان في الاول لما كنت ببص واقرا الكومنتس او مثلا اركز في ردود افعال الناس كان كنت بحس ان هي كانت بتسبب لي نوع من بتضايق، واعتقد انه كذاب قوي اللي يجي يقول لك انا ما بتضايقش، لان انت غصب عنك احنا سبيشال لما تكوني فنانه احنا بنبقى حساسين قوي. وعندك حس اللي بيسموه بيرفكشنست، يعني عايزه تبقي حس الكمالي عندك موجود، عايزه تبقي حلوه في عين نفسك وعين الناس وعين اهلك وعين الناس اللي حواليك كلهم. فلما تلاقي في الكومنتات وتشيز اكتشفت بعدين ما بتبقاش ليكي انت بس، بتبقى على كل الناس، وفي حلو وفي وحش. فاهمه؟ بس انا اصلا ما بقتش اقراهم خالص. أوكي. كمان دي حاجه انا بحبها قوي، يعني الرياضه، انا بحب الرياضه جدا، بحب الرقص، بحب الغنى، بحب يعني انا بصي زي ما بقول كده فنانه في نفسي. فاهمه؟ بحب قوي الحاجات اللي هي الارتستيك جدا. علشان كمان تنفع في شغلك انت كمان. غير تنفعني في شغلي. انا حتى لو ما لهاش دعوه بشغلي دي حاجه انا بحبها وهعملها لنفسي. ان انت ايوه انا فنانه وحياتي للناس لازم يبقوا شايفين جزء كبير منها، وبمجرد ان انا دخلت السوشيال ميديا وقبلت ان انا استخدمها وابقى جزء منها وده واقع لازم نعيشه، يبقى انا لازم اتقبل انه الناس في اللي هيحبك وفي اللي مش هيحبك. ممكن تعملي فوازير مثلا او مسرح؟ طبعا اكيد. بصي رغبه ان انا اعمل فوازير دي موجوده عندي من زمان ولسه موجوده عندي لغايه دلوقتي. لا ما خافش هي بتبقى بس الفكره انه الناس او المنتجين بمعنى اخص بيخافوا من فكره الفوازير لانه شايفين فعلا بعد النجمه الكبيره نيلي وبعد النجمه الكبيره شرهان ما بقاش في حد قادر انه يقدمها بالشكل او ينجح فيها أو زي ما هم نجحوا. بالظبط. بس انا دايما بحس انه لا، لان هي ممكن تتعمل بطريقه مختلفه بتتحط تحت مسمى مش لازم يكون الفوازير. ممكن نتحايل على كلمه فوازير ونسميها حاجه تانية وبس يبقى فيها الحس الاستعراضي الغنائي. طب والمسرح؟ والغناء
المسرح طبعا اكيد، بس المسرح بيني وبينك نوعا ما عايز كوميتمنت، عايز التزام، عايز 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 تبقي انت ملتزمه ما بتعمليش غيره في الوقت ده. ما بتعمليش غيره في الوقت ده. طبعا اكيد لو جالي عرض حلو قوي حاسه ان انا هقدم فيه حاجه حلوه مش هقول لا. طيب غير الرقص ايه كمان بتحسي نفسك انت الاقوى فعلا يعني؟ لا. لما لا لا فاجئتيني في المجمل. اه لا طبعا ليه، ما بصي بصي انا ما بحبش الست القويه قوي، مع احترامي بقى انا عارفه ان اسم البرنامج انت الاقوى، بس انا بحب دايما ان الست يكون فيها مش عايزه اسميه ضعف، بس حس حته كده حته حنينه. انت فاجئتيني. انا يعني تخيلت ان انت هتبقي مناصره للقضيه. لا لا حلو تكوني قويه بس برضو حلو، ما بحبش الست بتبقى قويه قوي، حتى الست القويه بتبقى منفره للرجل عشان تبقي فاهمه ده. بعد بقى دراسات وبعد الخبرة البسيطة الواحد بيعيشها في الحياة، حتى انا اكتشفت ان الراجل ان جنرال ما بيحبش الست الضعيفة، ما بيحبش الست القوية جدا، الست القوية دي يقلقوا منها يخافوا منها. سيبك منهم عشان هو الموضوع ده مش موضوع لا ده احنا هنتكلم عليهم دلوقتي هننمها رجالة، موضوع رجالة. دايما هرجع اقول لك تاني، حلو ان الست يكون فيها حتة فراجايل يعني. فاهمة قصدي ايه؟ بس انت مسؤولة عن حياتك. لا دي بقى يا ستي دي قصة تانية خالص. لا لا هاخدك واحدة واحدة. انت مسؤولة عن حياتك. اللي عاشر مايس يعرف ان هي لا انا بشوفك ست قوية يعني، حمولة، بتصبري على كل حاجة، دخلتي مجال مش سهل ان حد ينجح فيه، ده مجال صعب جدا يعني. انا كنت بتكلم انه لا فكرة التمثيل والكارير ده مش اي حد يقدر يستحمله. طبعا لو هتتكلمي على قوه من الجانب ده، لا طب احنا قوه، احنا يعني من كتر ما احنا بقينا اقوياء بقينا نتمنى ان احنا نوصل في حته نبقى ضعفاء. انت فاهمه قصدي ايه؟ من كتر المسؤوليات ومن كتر المشاكل ومن كتر الستريس ومن كتر المواقف الصعبه اللي احنا فيها كفنانين عدينا فيها. وانا اوريدي كبرت في بيئه يعني، يمكن انا عايشه هنا في مصر وانا صغيره ما فيش اب، ما عنديش اهل عايشين معايا في نفس البلد، فانا كل حاجه، وكمان اخويا ساب البلد ومشي من بدري، فاحنا بيت كله بنات، فكلنا فعلا شلنا المسؤوليه واحنا صغيرين. فطبعا لو بتقولي على المرمطه دي يا اختي، طبعا دي اسمها مرمطه بس ماهاش قوه، احنا اتمرمطنا جامد. طيب ساعات بتندمي مثلا انه دخلتي الميديا وما قررتيش ان انت تعملي زي بنات كتير ان هم تدور على فارس الاحلام وتقعد وتتهنن ويجيب لها اللي هي عاوزاه، زي ما انت قلتي الرجاله بتخاف من الست القويه. ايوه ودايما الست الناجحه في مجتمعنا يبقى هي ست قويه، فاي راجل هيقلق منها. صح. حتى لو انت بينتي له ان انت مش قويه، لا هو هيبقى عارف ان هي ادام نجحت يبقى هي ست قويه. ما ندمتيش بقى؟ بصي اقول لك حاجه، هي حته ان انا لحد هذه اللحظه عمري ما فكرت ان انا اتجوز عشان يعني حته الجانب اللي هو اتجوز عشان راجل اتسند عليه او راجل ارمي حملي عليه. دي الفكره دي مش موجوده تماما تماما تماما، ودي اشكر ربنا بجد ان انا ربنا ما حطنيش في الموقف ده، لانه ده موقف وحش. لا في ستات بالنسبه لهم ده هو التفكير، انا عاوزه اتدلع بقى واعيش حياتي دلوقتي. هو في الكلام ده دلوقتي؟ والله في ستات بس بيبقوا من بدري. الرجاله بقوا متجوزوا الستات عشان هم اللي اتدلعوا. فاني فاهمه قصدي ايه الموضوع. الايه اتقلبت خالص. ده حقيقي، هم اللي عاوزين يتدلعوا. في الاخر الستات بتاخد على فوق دماغها. والله بصي في ستات قويه وبتدي الرجال على دماغهم، وفي رجاله برضو بيدي الستات على دماغهم. يعني طب تحسي اني اكتر علشان نطلع لفاصل ونرجع نتكلم على حبايبنا الرجاله؟ مين بيدي مين على دماغه اكتر؟ مين اكتر؟ مين بتحسي انه في المجتمع لا يعني الستات مقهوره ومظلومه؟ لا الستات ما بقتش مقهوره ومظلومه. يعني الرجاله هم المظلومين؟ لا برضه ما ينفعش. لا انت مين؟ نعمم بقى، روح الفاصل بقى ما تدخلناش في كلام كده. لا طب روح الفاصل وارجعوا لنا بقى تاني علشان احنا لازم نعرف الموضوع ده. ورجعنا تاني يا ستات ومكملين حلقتنا مع مايس حمدان، وانا سعيده بيها جدا. مايس دلوقتي فقرتنا علشان نعرف انت مع ستات ومناصرة لحقوق المرأة ولا لا. أيوة. وكمان عاوزين قبل ما نبتدي نسألك شوية أسئلة كده، هنعمل لك امتحان. تقولي لي ايه أكتر حاجات بتحبيها في الرجالة وايه أكتر حاجات بتكرهيها في الرجالة بصراحة؟ هما كده كده هيزعلوا مننا من اسم البرنامج في المجمل.
يا سؤال صعب قوي 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 قوي. لا يعني قوي. لو حطيتي دلوقتي فارس احلامك قدامك اكتر حاجه احبها تكون موجوده فيه. يس. كده انت هونتي عليا السؤال. ميش. اهم حاجه عندي يكون دمه خفيف. ميش. بصي انا راجل دمه خفيف ده ممكن يعني يبلفني كده، عارفه اهم حاجه عندي ان انا اقعد مع راجل يضحكني. يا سلام. او يبقى متلقي كويس، يعني انا اقول الافيه يضحك ويرد، فاهمه ازاي؟ لكن راجل لا عنده سنس هيومر ولا عنده اي حاجه الا بياخد، يعني ما ياخدش ويدي معايا كده في الضحك والهزار، ده انا ما تقبلوش. يعني مش الراجل التقيل اللي قاعد راكد تقيل حاجه، وانه يكون دمه خفيف حاجه ثانيه. اوكي. طبعا اكيد ما احبش الراجل الهفق زي ما بيقولوا، ده اللي هو يعني الخفيف ده طبعا ما احبوش. احب الراجل يكون ناجح طبعا، لانه ابص له، عارفه احس ان انا فخوره بيه، احس ان انا اي لوك اب تو هيم زي ما بيقولوا كده. okay. عارفه انا حاسه ان انا مع حد قيمه، حد بتعلم منه، حد بيديني بيشجعني ان انا اكون انسان احسن. يشجعني ان انا اكون انجح، يشجعني ان انا يعني حاسه ان هو حاجه كبيره انا ببص لها. مش لازم يكون مليونير ولا غني قوي ولا حاجة، فاهمة ازاي؟ بس يكون ناجح وطموح وبيحترمني طبعا ويحترم شغلي والبقين يعني معنى كده. لو في حد اللي احنا بنقولهم دول، لو في حد مثلا ظروفه المادية مش احسن حاجة، عادي لسه ما وصلش لنقطة النجاح بس عنده طموح، من جد وجد ومن اجتهد بيوصل. ما عنديش مشكلة كده. بس طبعا هقول لك بقى، حد مش بسيط وحياته مش هيقدر، لان انا اخاف عليه اكتر ما اخاف على نفسي، وده فعلا مش بتكلم بالمثاليات لانه انا هحطمه نفسيا. تعالى واحد اثنين ثلاثة ما عملتش كذا. نفسيا، هو الطبيعي انه تبقي مع راجل يعيشك بالمستوى الاجتماعي اللي انت عايشاه، اذا ما كانش احسن اللي انت عايشاه، عشان انت كده هتبقي بتظلميه. لان طول ما الراجل حاسس جواه ان انت عندك الايد العليا في ناحيه الماديات دي، حتى في نفسيته بتاثر، وهتلاقيه بيبتدي يعاملك ويجي عليكي في حاجات تانية عشان عارف ان انت ماديا احسن منه. طب معنى كده ان انت مش مع بقى كمان فكره انه يبقى اصغر منك؟ اصغر مني ما عنديش مشكله، بس ما يبقاش عدد سنين كبير، يعني مثلا 10 سنين. لا 10 سنين احنا يعني هنربي اختي، انا اقدر اربي نفسي عشان اقدر اربي رجاله على اخر الزمن. ايه دودي دي ايه؟ لا بس في يعني شفنا ازيجات في الوسط الفني مؤخرا، كل واحد بيبقى اصغر منها ب 10 سنين وعادي. كل واحد حر. أوكي. وخدي بالك يعتمد على التايمنج. الراجل ده جالك امتى؟ سن كام؟ في وضعك ايه؟ وضعك الاجتماعي، حياتك، وضعك حتى المادي. طب لو مثلا كمان 10، انا في هذه اللحظه لو كمان 10 سنين مثلا، يمكن فكري، وما ادراكي بعد 10 سنين هيحصل ايه. تساليني في هذه اللحظه اقول لك وضعي شكلا وموضوعا وتفكيرا. لا بس يمكن بعد 10 سنين يجي واد كده صغنن كده اجدد معاه مع شبابي بقى وكده، مش عارفه اكمل الحلقه منك حاجه كده ورور صغير. طيب الرجاله سدوا نفسك عن الجواز، دي مقوله انت قلتيها في فيديو واحنا عمالين نذاكر انا والاعداد. كان في فيديو ليكي مع ويب سايت تمسكي علي حاجات فقلتي ايه هم في رجاله، ده الرجاله سدوا نفسنا عن الجواز. بس اقول لك حاجه، دلوقتي رجل الان غير رجل زمان. ظروف النشأة والتربية اللي الرجالة دلوقتي بقى بيكبروا عليها مش زي رجالة زمان. الأثكس والمورلز والأخلاق والنبيلة اللي كان أهالينا زمان كان بيربوا الرجالة عليها، للأسف أبهات دلوقتي مش فاضيين، أو يمكن ظروف الحياة والضغوطات النفسية والضغوطات الاجتماعية بقت الناس منشغلة قوي في شغلها، والظروف الاقتصادية بقت الناس مش مرتاحة إنها ومعندهاش وقت إن يمكن تربي. يبقى بديهم يمكن أعذار إنها تطلع الجيل عنده وعي كافي وعنده فكر ان هو يعرف ايه اللي ليه وايه اللي عليه، ايه اللي لازم يقدمه، سواء في مراه او ما فيش مراه. الراجل كبر او الولد بقى بيكبر مش عارف ايه الصح قوي وايه الغلط. طب انت شايفه ايه الحاجات اللي لازم يعملها؟ دلوقتي السوشيال ميديا الرجاله بيشوفوا انه عادي ممكن اعرف اي واحده في اي وقت من على السوشيال ميديا. فكره التعارف والصحوبيه ما كانتش موجوده زمان. زمان لو كان في ده صاحبي كان تبقى حاجه عيب جدا، ما ينفعش يبقى في حاجه اسمها صاحبي. بس دلوقتي البنت بقى عندها 17 سنه عندها صاحب، وماما بتبقى عارفه وبابا بيبقى عارف. صح. ففكره الحاجه الغاليه اللي كانت موجوده ما بقاش يتعب قوي علشان يحققها خالص. بالعكس الدنيا فتحت على الرابع. على الرابع، واحنا اخلاقياتنا كلها اندثرت وبقت وحشه جدا
يعني فعلا السوشيال ميديا دي انا بكرهها بصراحه نوعا ما، يعني هي ليها مميزاتها بس انا بالنسبه لي عيوبها اكتر بكتير مميزاتها. فتحت الدنيا قوي، الناس بقت اكسبوزد ومفتوحه قوي، كل حاجه بقت سهله، كل حاجه بقت مباحه زي ما انت بتقولي، تعارف على الانترنت وتعارف على الفيسبوك والانستجرام وكل حاجه، والناس بقت بتشوف حاجات ما كانتش بتشوفها، فحتى العين ما بقتش شبعانه زي زمان. دلوقتي العين بقت مهما شافت مش شبعانه، حتى احنا على مستوى احنا اللي هنسمي نفسنا ناس متعلمه وبنسافر وبنروح وبنيجي، عينينا ما بقتش مكتفيه، فاهمه؟ طول الوقت عايزين زياده، طول الوقت عايزين اكتر. فده بينطبق برضو على العلاقات الزوجيه، العلاقات الانسانيه، العلاقات بين الرجل والست. طب قولي لي، معنى كده ان انت مش مرتبطه الايام دي؟ مش مالكتش. لا ما انا عاوزه حاجه عطل للبنات. لا انا الحاجات دي يا اختي ما بصرحش بيها. ليه بقى؟ ما بصرحش بيها. يا اكيد بعد كل الكلام ده اكيد مش مرتبط. لا والله بصي، الواحد ما بقاش عارف مرتبط ولا مش مرتبط، مره مرتبط ومره مش مرتبط. بس بقى قولي كلمتين بجد. لا ما اقدرش اقول ان انا مرتبطه، لا. لا يا اختي مش مرتبطه. بجد؟ لا مفيش حاجه حب؟ لا. يعني من السنه اللي فاتت من اخر لقاء مفيش؟ في حاجات اكيد في النص، في النص كده بس. بس لسه ربنا ما بتوز، النصيب ده بتاع ربنا زي ما بيقولوا طبعا. طيب هقول لك 8 قضايا للمرأة. اوكي. اتعملوا في افلام. وانت تجيبي لي اسم الفيلم. حلو. يعني انا هقول لك القضيه وانت هتجيبي لي اسم الفيلم. بصي انا وحشه جدا في الاسامي، بس حضري نفسك ان انا فعلا عندي مشكله في تذكر. طيب تذكر ماشي. اسماء الافلام. فانت تذكري وعارفه وقولي لي، فاهمه؟ قولي لي طيب حتى البطل او البطل. لو اقدر بصي يا اختي تعبنا الموضوع. مش لما افتكر اسم الفيلم. يلا يعني لو ما افتكرتيش اسم الفيلم قصدي. ماشي ماشي. طيب اوكي. قضيه الخلع عامه هم عملوها في افلام دي اخويا. يا لهوي. لا ده الفيلم ده هسهلك. هاني رمزي. هاني رمزي. ايوه صح، محامي. مش كان عامل فيلم هاني رمزي محامي خالص؟ ايوه ايوه. جميل. أوكي. طبعا تحيه كبيره. طيب. جدا للاستاذ جميل حبيبي هاني رمزي، طبعا بوجه له تحيه. تاخر سن الزواج للفتيات العنوسه. تصدقي في هيبقى في اسم فيلم حلو قوي يعني. اتعمل مسلسل واتعمل فيلم. مش هو كان هند صبري عملت كان اسمه ايه اللي بتاع المسلسل؟ كان اسمه ايه؟ عروستي. كان اسمه ايه؟ عايزه اتجوز. بقول لك انا نيله. نيله. لا بس قلتيه صح. ايوه ماشي. كان اوكي. واتعمل بنتين من مصر كان. لا ده ما شفتوش لصبا مبارك. ما شفتوش. فنانه زينه. طيب ندخل على اللي بعديه. هو الفيلم نفس القضية، بعد الطلاق الست بتدور على الشقة. ايه اللي بعد الطلاق؟ ايه ده انت بتقولي ايه؟ الست بعد ما بتطلق ولا ايه يا اخويا؟ لا ما تغششوهاش بقى، ما يغششوهاش هنا في الاستوديو. شايفه الرجاله التمام، هم دول الرجاله. ما انت عشان عادتي هم دول احنا كنا بندور عليهم من اول الحلقه، هم دول الرجاله الكمل. انت عشان عادتي ما قلتيش كل صفات الرجاله الوحشه، فعشان كده هم تضامنوا معاكي. الشقه طبعا من حق الزوجه. طبعا 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 طبعا. طيب قضيه العنف ضد المراه، في حد اتضرب في فيلم كده على السخنه، واحنا وكان اول فيلم جريء ليها، الناس ما كانوش متعودين، هي طول عمرها كيوت بتعمل كوميدي ما حدش يغششها. استنى بس هو ايه؟ ما حدش يغششها. كان بس فيلم ايه؟ كان فيلم كان يعني في محمد رمضان في بدايته. ده بجد؟ انت بتحبها قوي كده؟ في حد عمال. طب لا ده باس، ده باس. مش عارفه مش عارفه كمان غششوكي؟ ما سمعتيش؟ لا ما اكيد حاساه بيلبسني في الحيط. ايوه احكي يا شهرزاد. ده بجد؟ انا فاكره انه انا ما شفتوش الفيلم ده برضه. ما انا بقول لك منى زكي كان اول فيلم. ايوه لا انا لا انا اتاسف انا ما شفتش يا اختي الفيلم. طيب ماشي. برضو فيلم تاني كان زمان على قضيه الطلاق. وايه كمان؟ بس كده. قضيه الطلاق مش الخلع بقى، كان في قضيه الطلاق عامه. ده اللي هو كان. طب قولي لي انت اسم البطل، اول حرف في البطل وانا اكمل عشان مش متاكده. هقول لك فاتن حمام. ها. طب فهو ارانب؟ لا امال ايه؟ جابت الانجاب على ال. طب اصبري. والله كان في قضيه. هو كان في قضيه. شفت انا على فكره انا فاهمه على الطاير صدقيني. لا انا مدقدقه قوي مركزه قوي من كتر ما انا هقعد اضحك. استني بس. طب قولي انت قلتي ايه الفيلم؟ انت قلتي ايه؟
فيلم كان بيناقش قضيه الطلاق. ده افلام كتير قوي ناقشت قضيه طب الطلاق. طب قولي لنا فيلم منهم. ايه قول لي قول كده وانا اقول. مش هيعرف يا جماعه انا باسامي الافلام. ازواج اريد حلا. والله العظيم يا جماعه لا بجد احنا معانا طقم تصوير ده يسقف لهم بقى. بجد المصورين يعني عسل عسل. يعني بصراحه بيحبوها جدا غششوها خلاص كده خلصوا. اه تعرفي حلو قوي. اه تعبيني لعبه ثانيه. اي حاجه يوم للمراه تاريخ يوم اي يوم للمراه اليوم العالمي للمراه اليوم العالمي. بتعملي في ايه كده ليه؟ انت عايزه تطلعني جهله قدام الجمهور؟ انت مستقصداني صح؟ عشان لابسه بيربل بيربل نفس الكنبه. وانت حذرتيني ان انا ما البسش نفس لون الكنبه وجيت ولبست نفس لون الكنبه. تخيلي الغباء وصل لفين. والله العظيم بعد ما قعدت على الكنبه اكتشفت ان انا فعلا لابسه لون الكنبه وانت محذراني مايسي ما تلبسيش بنفسجي. فانت عايزه اكتر من كده يا جماعه؟ عجبتني هيستيري الضحك. انا عارفه انا لما بدخل في مود الضحك ما بعرفش اوقف. من صاحبتي طيب شويه روحوا روحوا فاصل ونرجع لكم مره ثانيه. اه بالظبط. ورجعنا تاني ولسه مكملين مع الفنانه مايس حمدان ومن غير ضحك بقى هخليكي بقى تزعلي شويه. حابه جد قوي ماشي. فكره الصراحه اه فيها زعل. طيب بقى يعني جد. شويه مش كتير. طيب يلا ماشي. طيب كان ليكي يعني الناس قالوا انه انت كان في ما بينك وما بين الفنان هاني سلامه مشكله ايام تصوير طاقه نور. بجد؟ خالص بالعكس. ده هاني ده نسمة بجد؟ ده جميل. هاني بجد من أكتر الناس اللي أنا اشتغلت معاهم. الراجل ده هادي وصبور ولا عمري شفته بيشتكي ولا بيقول كلمة. يعني عارفة مرات تلاقي الفنانين في اللوكيشن بيقعدوا لما ساعات العمل طويلة يشتكوا يلا يقولوا يستعجلوا الناس. لا ده بالعكس ده نسمة ودايما كده محضر نفسه وهادي ولذيذ واكتشفت ان ده. هو كان ليه تصريح ان هو ندم انه اشتغل معاكي في العمل؟ والله ولا ده كان انا على نفسي. لا انا بصراحة ما سمعتش الكلام ده. ما اظنش هاني كمان يقول كده اخلاقه ما تجيبش كده. يعني بس حتى لو هو حسها مش موجود على الفيسبوك. يعني لو دي حساها حتى انا اشوف هاني ما يقولش كده ما يصرحش بحاجه كده. انا قلت بعيد عن شخصيته. هاني جميل. طيب في تصريح تاني الفنانه هيفاء وهبي قالت ان انت بتختاري الاسماء الكبيره علشان تقلديهم علشان تنجحي. بس اقول لك حاجه انا التقليد ده انا عملته في اول حياتي الفنيه. ربنا اداني موهبه كبيره قوي فعلا جميله قوي وانا يمكن لحد هذه اللحظه مش مقدراها. يعني مرات لما بقعد بسرح مع نفسي كده بقعد افكر ان انا بعمل حاجه يا نهار اسود. بقعد مرات والله العظيم بقعد بفكر نفسي ده ربنا اداني موهبه كبيره جدا جدا. طب ليه قررتي تبعدي عنها؟ علشان عايزه الناس تشوف مايس. لان هي ما فادتنيش لغايه دلوقتي. ما حسيتش ان هي طبعا رسمت ابتسامه كبيره على وشوش الناس والناس شافوا الحمد لله الموهبه الكبيره دي بس انت عملتي برامج خلاص استغلتها استغلتها والناس شافتها وعرفتها. انا بقى دلوقتي عايزه الناس تشوف مايس. بيجي لها نوع من انواع التشوش بيبقوا فاكرين ان انا بقلد حد او انا في الحته دي بحاول اعمل حد وهي ما بتبقاش الحقيقه. او يمكن هم لان خلاص في دماغهم شايفين مايس في الاول اللي بتقلد. فانا لا انا مايس فنانه الحمد لله. ممكن بحب قوي لما الناس يقولوا عليا شامله دي بتبسط فيها. وفي جزء من الحمد لله الحاجات اللي انا بعملها ليها التقليد. لكن انا مش بس مقلده. لا انا فنانه بعمل حاجات كتير قوي. لو جالك مثلا فكره برنامج سياسي ساخر ان انت تقلدي سياسي ساخر على فكره انا مش روبوت. يعني انا مش اي حد بعرف اقلده ومش اي حد تلاقيني لو حاولت حتى ممكن ما اجيبوش. يعني هي الحمد لله ربنا اداني حاجه بس هي مش شغاله على الكل. يعني فاهمه ازاي؟ هي هتبقى زي كده زي ما ربنا عارفه. لا بس انت يعني تقدري تقلدي مذيعين مثلا؟ لا زمان كنت بقى الموضوع. بصي انا يمكن نوعا ما
ممكن نسيت قدراتي شويه في الحته دي لان ما بقتش مركزه فيها. أوكي. يعني عايزه حتى نسي الناس حته انه ميسل بتقلد، لا مش انا عايزه الناس يشوفوا ميسل الفنانه المتعدده المواهب اللي بتعمل كذا حاجه مع بعض. فبحاول ببعد عنها تماما. كل حتى دلوقتي في البرامج ياما الناس بيترجوني ان انا اعمل التقليد ده وبرفض رفضا تاما. يعني انت قلدتيني في الحلقه. لا يا شيخه ده كان يزار نص كان نص يزار. لا لا ما بس دلوقتي خلاص نوي ان انت ترجعي التقليد. لا خالص 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 مش هعمله تاني غير بقى لان انا اللي بص اللي بيقلد يعرف يعمل حاجات كتير قوي. يعني انا الحمد لله عندي مخزون في دماغي من الكاركترز سواء من ناس ممكن تبقى في الشارع، ناس المانيكيريست مثلا اللي بتعمل ضوافر، ناس كتير قوي سواء كان رجاله او ستات. بس يمكن نوعا ما ربنا يمكن ما قدرتش او لسه ما جاتليش الفرصه المناسبه ان انا اطلع الـ 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 الموهبه دي بالشكل اللي يخدمني بقى في الدراما. اوكي. مش اللي هو بس تقليد أدوار. بس مش تقليد بالظبط، مش تقليد فنانين. واللي بيقلد فنانين يعرف يعمل حاجات تانية كتير. فانا عايزه ان شاء الله ربنا يكرمني في ادوار اقدر اسخر فيها الموهبه دي في الدراما بقى في التمثيل. طب تقدري خليكي تقلدي ليدي مي. لا هي اختك مي. ما لا مي لو ما رديتش عليا في التليفون هجيبك من شعرك، فاهمه ولا لا؟ ده بقى الجزء اللي بيبقى موجود في البيت، فاهمه؟ الجزء اللي في البيت اللي هو الناس ما بتشوفوش دي. لا كملي بقى الجمله. هجيبك اقطع جلدك يا مي، فاهماني؟ والفستان اللي انا جبته ما تشوفوش. بقول لك اهو لكن كده بتتكلم معايا كده لما بتبقى بتنرفز. ايوه هي لما بتتعصب فعلا في نبض. حتى في المسلسلات بتطلع. ايوه يعملها لي كده. ايوه صح. طيب قولي لي ايه اكتر حاجه بتتمني تعمليها في الوسط الفني دلوقتي؟ الفوازير اكيد حاجه من الحاجات اللي نفسي اعملها طبعا، لانه دي حاجه بقدر اللي هي عارفه انت نفسي اعمل عمل متكامل اقدر اعمل فيه كل الحاجات اللي انا بعملها. أوكي. اللي انا بحب عمل اقدر اغني واقدر ارقص واقدر امثل واقدر اعمل فيه كاركترز، فاهمه ازاي؟ دي يعني عمل يكون فيه انا اللي بيميزني اعتقد هي الحته دي ان انا اعرف اعمل كل ده مع بعض، فاهمه ازاي؟ فانا نفسي اعمل كل ده مع بعض، مش لازم يكون فوازير بس يبقى عمل اقدر اسخر فيه المواهب دي كلها مع بعض في حاجه واحده، لان دي هتبقى نقطه قوتي. ده اللي ممكن يميزني. في ممثلين شاطرين كتير قوي، في مطربين كويسين احسن مني بكتير، وفي ممكن ممثلين احسن مني بكتير، بس الكومبو ده كله لما يتجمع مع بعضه ده مش موجود كتير. فانا لو قدرت ان انا ربنا يكرمني بفرصه اقدر اسخر فيها المواهب دي كلها مع بعض في عمل واحد اعتقد اي ويل اكسل مثل ما بيقولوا. مين اكتر حد صاحبك في الوسط الفني؟ اعرفهم كلهم. ما عنديش صحاب قريبين، ما اكذبش عليكي. يعني كلهم صحابنا والحمد لله علاقتي بالجميع كويسه، بس حد قريب قوي قوي ما فيش اصدقاء من الوسط. لا في اصدقاء ومعارف بس ما فيش ناس قريبه مني عامه. انا لانه عارفه انا في بيت فني وبحس يعني دانا ومي واخواتي احنا اربع بنات فمالين عليا حته الصحاب قوي. يعني هم اصحابك قوي فانت حاسه بالاكتفاء. طيب ممكن تقولي لنا، هنقولك بقى اسئله تقولي اه ولا لا. هتردي الرد لا يبقى خلاص هنعدي السؤال اللي بعده. انا معاكي. ممكن تقولي اسم والدتك ووالدك على الهوا؟ مش عارفه مامي. يا لهوي ده انا اسم ابويا مسخي يخرب صعب. اسم ابويا صعب قوي. عبد الجبار يا ساكنه. لا بجد والله العظيم. تخيلي، امال انت فاكره مي غيرت اسمها حمدان ليه؟ حمدان انا فاكره استاذ طارق العريان هو اللي غير لها اسمها، قال لها حمدان ده تقيل حبتين. طب ما انت اسمك لا ما انا ساعتها ما كانش في طارق العريان بقى اللي غير لها، فقال لها لا اسمي انا مش قادره. انت بقيت العيله كمان ان الاسامي صعبه بلوى سودا. طب ما تقولي بقى. لا خلاص ما قلت لك ابويا اسمه عبد الجبار فعلا، فتخيلي بقى ال باباكي مش اسمه حمدان؟ لا ده احنا عندنا مش زي هنا، احنا بنروح على الفاميلي نيم. يعني اللقب بيبقى ميس باسم العيله الكبير. أوكي. ما بتسماش باسم الاب. فانت اسمك ميس عبد الجبار بالظبط كده. انتوا ليكوا اصول صعيديه مش صعيد؟ لا بس يعني اجدع في الصعيد. اجدع ناس يا بنت. وحنان كمان في الصعيد. قفل خشمان بلاش الكلام الماسخ ده يا دودو. خليني اتكلم على دودو. قفل يا بنت. ماشي يا ميس. اوكي تقدري تقولي سنك ولا لا؟ حاجه و30.
ماشي كويس، عجبتني عجبتيني قوي ان انت عارفه ما اتكتيش قلت لك حاجه وتقول ماشي لان هي عارفه ان انا ممكن العب معاها الدنيئه اقول لها وانت سنك كام؟ عليكي فبلاش نخش في الله احنا حبايب. مش عارفه الاعداد ده زعلني في الفقره دي. لما حد بيقول لك على الصفه فيكي مش حلوه قدام الناس بتحسي ان هي قله ذوق ولا صراحه زياده؟ لا قله ذوق طبعا. طبعا قله ذوق. انا اهزر ولا ايه؟ تكسفيه ولا لا ما لو اقدر اكسفه، لو انا في موقف ممكن اكسفه هكسفه. طبعا ما عنديش مشكله. ليه كسفنا انا ليه؟ انا معرفش بقى ليه بقى. انت مزاجيه؟ لا عصبيه لكن مزاجيه لا. ما تحاوليش فجاه يعني. لا خالص. بس عصبيه جدا. صريحه مع الناس المقربين ليكي؟ جدا لدرجه ان هم بيزعلوا مني. حتى غير المقربين صراحتي مرات بقت، بس شغلتي علمتني ان انا ابقى دبلوماسيه اكتر. زمان يعني زمان حتى انا فاكره قوي ايام الجامعه كان البنات لما بتبقى تخنانين انت عارفه بقى انت يا جميله ايه ده مش معقول شكلك يجنن بجد ايه ده انت خاسه قوي بجد لا بجد يعني جسمك تحفه ايه ده يا دودو ده تحفه الانسامبل بتاعك يعني. ما بتقوليش كده. لا هم كانوا بقى دايما يجوا لي عشان مثلا مقيس انا تخنانه ولا خاسه. يعني يجوا لي كده فانا بديهم في وشهم على طول انت تخنت. مقيس انا تخنانه ولا خاسه. لا انت قمر يا جميل. لا قولي. لا لا بجد لا انت اختي قمر يا جميل قمر. ايه القرار اللي ندمتي عليه في 2019؟ كل يوم بندم. لا وحيد ربي. والله العظيم كل يوم بندم على حاجه تخيلي بقى. لا معقوله؟ حتى الحاجات الاولى يعني مثلا كلتي النهارده فتندمي ان انت كلتي بوظتي الدايت من الناس بندم. اللي بتراجع نفسها على طول؟ بندم ودي اعتقد دي حاجه كويسه يعني تنامي على مخدتك وانت عندك درايه كافيه بالحاجه الغلط اللي انت عملتيها. بيقولوا ان مايس اكتر واحده بتلبس شيك في وقتها. لا والله لا بالعكس مرات مرات انا مرات مي مرات دارا يعني الحمد لله انا اخواتي عندهم سنس حلو قوي في الفاشون. بس هم بيطلعوا يقولوا ان هم بياخدوا لبسك فيمكن عشان كده بقى الناس ركزت معاكي. حاجه انا بتشتري اكتر؟ لا مال ايه؟ مي بتشتري اكتر. أوكي. بس انا بحب اجيب البيسز القطع يعني مثلا مي تنزل تقش حاجات انا لا انا ممكن بالفلوس اللي مي جابت فيها الحاجات دي كلها انا اجيب حته واحده كويسه. أوكي. ففي الاخر لما يبقوا عندهم حاجه على فرانكا حاجه كده خروجه عليها القيمه بتلاقيهم بيتجهوا لدولابي نوعا ما عشان عارفين ان انا عندي الحاجات القيمه اكتر يعني. اوكي عشان كده هم بيطلعوا في البرامج يقولوا بس انا بحب ذوق مي وبحب ذوق دانا يعني وكلنا بنلمس من بعض على فكره احنا مقاساتنا قريبه من بعض. هي اصلا مي قالت لي وكنا في برنامج مرة مع بعض قالت لي الحاجات الجديدة هي بتبقى نايمة انا بدخل اجيب وهم نايمين. ده بيحصل ده بيحصل. افضي الدولاب واروح التصوير وهم يلحقوني بقى. بيحصل ومعرفش اسيطر على الموضوع ده. قولي لي ايه اكتر حاجة في حياتك الشخصية بتتمنيها؟ عشان نقفل. حياتي الشخصية اتمناها طبعا بقى دي حتة اهلي انه دايما يبقوا كويسين لان انا سعادتي من سعادتهم. لما اشوف اهلي مرتاحين انا ببقى مرتاحة. حياتي نفسي احقق كتير طبعا حاجات في شغلي كويسة، نفسي اعمل اخش في بروجكتس محترمة، حاجات كبيرة اعرف اطلع فيها التقاط المكبوتة اللي لسه حاسة ان هي لسه ما طلعتش. حتة بقى ابن الحلال والعيلة والاستقرار والحاجات دي بتاع انا بجد بحسها بتاعت ربنا، جت يبقى خير وبركه وحسيت ان ربنا كرمني بيها، ما جاتش يبقى برضو يعني خير وبركه. اخر سؤال، كان في صور السنه اللي فاتت كنتي في حفله والناس نزلت الصور وقعدت تتكلم عليها، حسيتي بظلم؟ لا ما حسيتش مقبورة زياده والصحافه؟ لا العادي انه يحصل كده، بس يمكن نوعا ما انا كنت في عيد ميلادي في امريكا وكنت في حفله هالوين لان انا عيد ميلادي في الهالوين. يس. قريب اللي عايز يجيب لي حاجه هديه ويبعت لي على البيت والنبي حط عنواني الله يسترك والنبي يا دودي تحت والنبي تحت كده يعني فاهمه ازاي. فانت عارفه الامريكان ما عندهمش ليميت في الحفله دي بالذات وبيلبسوا حاجات مجانين وبيعملوا مجهود كبير 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 كبير
عشان يعملوا الكاستمز، لدرجة ان انت لما تقفي حد وتصوريه بيجري وراكي ويقولك خدي الانستجرام بتاعي واعملي لي منشن وكده، يعني الموضوع عندهم مسألة حياة او موت. فطبعا انا كنت في الحفلة منبهرة بكل الناس والاوتفيتس اللي الناس لابسينها. تتصوري معاهم كلهم؟ اتصورت تقريبا مع كل الناس اللي لابسه حاجات غريبة جدا، وحطيتها على بيرسونال اكونت بتاعي مش على الانستجرام. حد بقى معرفش عايز يصطاد في المية لايكرا، خد الصور ونزلها. دلوقتي انا لومي على نفسي ان انا كان لازم قبل ما انزل الصور نسيت ان انا حد مشهور، نسيت ان انا حد ممكن الصور دي تتفهم غلط. مخي بصراحه ما خدنيش على الحته دي وبس. ندمت ان انت نزلتيهم؟ طبعا لازم اندم، لان انت في النهايه بصي، كذاب اللي هيجي يقول لك ما يحب صورته تبقى حلوه قدام الناس، كذاب اللي هيجي يقول لك انه انا ما يهمنيش الناس بتقول ايه. انا يهمني طبعا الناس بتقول ايه بقدر معين، مش عايزه ان الناس يستحوذوا على كل تفكيري وهم بيقولوا عليا ايه، ده هو ده اللي يهمني بس. ولكن في غلطات تبقى سخيفه من الفنان، وكلنا بشر وبنغلط، فدي كانت غلطه سخيفه مني وان شاء الله مش هتتكرر. واول رد منك على الموضوع؟ تصدقي فعلا اول مره ارد على الموضوع ده، كان ناس كتير قوي ساعتها يقولوا لي ردي ردي ردي، قلت انا لو رديت هكبر الموضوع على الفاضي، فكان الواحد اقتل احسن. اقتل الموضوع يا بيه. طيب ايه رايك ندخل على فقره النصايح؟ يلا ونروح نشوف هي بتهتم بنفسها ازاي، بشكلها وشعرها وجسمها، وكمان بتحافظ على اللياقه البدنيه دي. يلا تعالوا نروح. ميسر رجعنا لاخر فقره. يا سلام. هم كام سؤال ردي عليهم بصراحه، ما تضحكيش ارجوكي من الاخر، وحاسكي بتعملي فيها مقلب. لا والله خالص. طب يلا. الفقره اسمها فيك ولا حقيقي؟ فيك ولا حقيقي؟ حلو ده، ماشي حلو ده. استر يا رب. طيب قولي لي صورك على السوشيال ميديا فيك ولا حقيقي؟ يعني بتحطي فلاتر ساعات ولا ده اللي عايشه عليه؟ انت بتهزري ولا ايه؟ لا طبعا طبعا فيك وفيك. لا هي هي انا بس طبعا الفلتر بيعمل المعجزات، بيعمل معجزات ومكياج. يعني انا لولا ان انا مش عايزه اعمل بروموشن لفلتر معين كنت نصحت كل البنات ان هم يحطوه. لا طبعا فلاتر بتعمل شغل جامد قوي. اوكي. يعني الناس فاكرين بقى الجمال الطبيعي وما الى غير ذلك، ولكن للاسف. بس انت جسمك مش بتظبطي فيه حاجه في الصور؟ لا الحمد لله. كان في كام صوره ظهرت لكام فنانه ان هي لا بتعمل برضو ماما بيأفوروا قوي. يعني بتبقى شعبي ومليانه قوي وتلاقيها بقت وسطها قد كده. لا الحمد لله انا في الحته دي ما بعملش كده. بس الفلاتر طبعا اكيد بستخدمها. اوكي. ضحكتك مصطنعه ولا حقيقيه؟ قصدك ايه يعني بتضحكي؟ يعني قصدك يعني مثلا الضحكه؟ لا طبعا ما برضو كده في ضحكه في دي وفي دي. طبعا لما بطلع على التلفزيون لازم الواحد برضو تمانج الضحكه، لانه بعد كده هقلب يعني عم مدحت، فاهمه ازاي؟ لا انا عندي الضحكه اللي هي التوم بوي شويه، اللي هي بضحك بقى زي الرجاله كده. اللي هو بقى بسيب بسخسخ خالص بقى والموضوع بيقلب تو ماتش. يعني الواحد لازم برضو يبقى قدوه نوعا ما حتى في ضحكته. اكتر عاده بتعمليها قبل ما بتنامي؟ بحرك رجليا. بتقعدي يعني كده رجليا كده زي بالظبط؟ الناس كلها بتضايق مني، ما حدش بيقدر ينام جنبي في الفايبريشن. امي برضو طول الوقت لازم رجليا تفضل تتحرك كده وانا نايمه لحد ما انام. طب بتشخري ولا لا؟ لا ما اظنش غير لما ببقى تعبانه قوي. اوكي. يعني ما شفتش شكوى لسه غادر، لان امي بتنام جنبي. ف يعني موضوع الشخير ده لا، بس لما ببقى تعبانه قوي. بتعشي كم مره؟ مرتين. مره وانا صاحيه، مره وانا نايمه. ازاي يعني مره نايمه في الحال؟ انا عندي هو كان اسمه نايت ايتنج ديزيز. بتصحي تاكلي؟ بصحي اكل وما بفتكرش غير لما الاقي في دليل جنبي بكره، او بيجي لي حرقه. عارفه لما بحس في حرقه، فلما بتجي لي الحرقه دي بقعد افتكر بقى اكلت ايه، اكلت ايه. مرات بفتكر ومرات ما بفتكرش، وممكن افتكر بعدها بيومين ثلاثه، ايه ده انا يوميها اكلت كذا كده يعني. طيب ويعني وتخلصتي منها ولا لسه لحد؟ لا خفت. عايزه اقول لك اكتشفت ان هي بتبقى موجوده عندي، بتزيد لما بعايزه اخس. يعني السب كونشس بتاعك بيشتغل. بس هي طبعا وبتزيد لما باكل قبل ما انام. يعني لو كلت ونمت بصحى من النوم جعانه غريبه قوي، ما اعرفش ليه.
بتشوفي الحب دلوقتي فيك ولا حقيقي؟ اكيد هتقولي لا في حقيقي. في حقيقي، بس عشان تحافظي عليه ده صعب قوي، محتاج مجهود فيك. محتاج مجهود فيك. اعتقد كده. والله قلنا حكم برضه، بس في يعني ما اقدرش اقول اكيد حقيقي. اكيد. ايه اكتر حاجه فيك دلوقتي فيكي يا اختي؟ اقول لك بقى بعيل. سيبي نفسك خالص. نعد بقى يا جماعه، سيبي نفسك. حظك حلو ان انا مش حاطه اكستنشن. ماشي النهارده الفتره دي انا ماشيه بايه؟ بشعري الطبيعي. مش حاطه اكستنشن، بس مرات كتير بحط. طبعا انا اللانسز دي لا تفارقني، كلنا فاهمه ازاي. انا بحط لانسز كتير قوي دلوقتي، حتى لانسز على عيني. انا كنت فاكراكي من البدايات عينيكي ملونه. لا، ما هو ده بقى الفكره، ان انت تضحكي على الناس من زمان، فاهمه، وانت صغيره. تعوديهم على الفيك من انت صغيره، عشان يبقى هو ده الحقيقي. بقى ما تخبطيهمش خبط لازق. انا كنت ذكيه لهذه الدرجه ان انا وانا صغيره انا بحط اللانسز من زمان قوي. ده حقيقي، من صغيره. طبعا اول ما ظهرت يعني بتشوفوني بالتمثيل بعناية سودا عادي. انا ما بلبسهاش خالص وانا بمثل. زمان لبستها، بس دلوقتي مستحيل. لانه العين اكتر لون ايه؟ هو اللون ما بغيرش، جراي. ما بغيرش اللون جراي ده خالص. وطبعا دلوقتي كتير مش شويه. طب لسه انت بتعدي؟ انا لسه. ما انت قلت لك سيبي نفسك خالص، انت ما سبتيش نفسك. طيب ايه؟ لا والله بس خلاص كده. لا ضوافري كويسه. زمان كنت ممكن احط مرات. يا جماعه التضاريس كله تمام، مفيش اي حاجه فيك والله. ماشي. اعمل ايه بس؟ اقول الحقيقه، انت سالتشيني وانا بجاوب. انا مش عارفه اقول كلمتين في الحلقه من كتر الضحك. طيب اكتر نومك تقيل ولا خفيف؟ عادي. يعني ايه عادي؟ يعني لا تقيل ولا خفيف. تصحي يعني بس لما ايه دخل ده بالفيك؟ لا، ما انت ممكن تقولي نومي خفيف زي زي العصفوره. لا يا اختي. لا لا بنام. لا، ما احنا اتكلمنا بقى في النوم. لا بس يعني اصحى لو في حاجه. نومي مش تقيل. لا. مع الناس لما بتروحي تتغدي في مكان مع ناس اول مره تعرفيهم، هوفر بتاكلي ولا ما بتاكليش؟ بصي بقى، انا في الاكل ما اعرفش يعني فعلا. ياما ارحميني، لما بجوع ما بشوفش قدامي. أوكي. وما عنديش اي مشكله لو مين قاعد قدامي انا باكل. حتى باكل. لو انسان بتحبيه لاول مره انت ما سالتنيش اكتر حاجه بتحبيها بعد النوم. يعني انا احط النوم والاكل في مرتبه واحده في نفس المكانه. اوكي. انا بحب الاكل جدا، عشان كده عليكي والله بلعب رياضه كتير. بحافظ على يعني بحافظ على الاكل. اوكي ماشي. بس يعني لا، في الاكل انسي. صوتك فيك ولا حقيقي؟ مرات ببقى عايزه ابقى انثى وكده. معرفش. انا صوتي يعني ما هوش رفيع، بس تلاقيني فجاه كده ما اعرفش صوتي بيخس مني. ده انا كنت لابسه على الريد كاربت، يعني ساعات انا بشوفك تبقي لابسه فستان. انت عارفه انه فعلا عندك حق، اللبس مرات بيأثر على شخصيتي. انا والله كده يعني. واعتقد ده مش انا بس، انا وانت وكل البنات. كل يعني لابسه حاجه فانكي، فتلاقيني فجاه كده الاتيتيود قلب ان انا ايه. قلبت في حته كده يعني فعلا يعني كول وبتاع. لما ببقى لابسه جاون وفستان تلاقيني بقى عايزه ابقى انثى وكده. دلوقتي بقى انا بين الاثنين، انا حيرانه. طيب احنا وصلنا لاخر فقره للاسف في حلقتنا. عاوزه منك نصيحه للبنات، نصيحه انت بتعمليها هتقوليها لهم كده تغششيهم. انا عايزه اقول نصيحه لكل الستات. يمكن عارفه احنا دلوقتي مودنا لذيذ وبنتكلم في حاجه دمها خفيف، بس يا ريت نتكلم بقى بجد شويه. لان انا حاسه انه ده واجب عليا، ان انا واحده تعرضت للموقف ده وانا صغيره، واتكلمت قبل كده في الموضوع ده. واحنا يمكن انت سالتيني على الموضوع ده قبل كده. توعيه الاطفال الصغيرين انه الموضوع التشايلد ابيوز ان جنرال، العيال الصغيره، اوعي تقولي ابني لسه التحرش الجنسي للاطفال. اوعي تقولي انه ابني لسه صغير ما تكلمش معاه في الموضوع ده، مش هيفهم انا هقول له ايه. لا، ممكن حتى لو مش هيفهم قوي هيفهم طشاش في الاول. فهميه، قعدي قولي له حبيبي بطريقتك اللي انت بتتكلمي فيها مع ابنك، محد او بنتي او يعني البنت او الولد، محدش يمسكك في المنطقه دي، محدش يلمسك او يجي عليك كده، محدش ياخدك في حضنه، محدش يتكلم معاك. سواء حتى يعني يعني دي ممكن يمكن انا هخوفهم شويه حتى. ممكن يكون الخلان والعمام، ولاد العم ولاد الخاله،
السواقين بتاع الباصات اللي بتوصلهم بتاع كان في دراسه ماركت معموله انه 85% من الناس اللي بيعتادوا على الاطفال من محيط الاصدقاء والعائلي. الراجل بتاع السوبر ماركت اللي بيبقى قدام المدارس الكشك اللي على جنب الفكهاني الناس دي كلها انا اعرف بنات كتير قوي اتعرضوا للاعتداء الجنسي او التحرش وهم صغيرين وما كناش فاهمين وما بنفهمش وبنخاف نحكي لانه ما فيش وعي. زمان ما كانش فيه توعيه. ما فيش وعي. فكلموا اولادكم، اوعي تقولي ابني لسه صغير، حتى لو عنده 3 4 5 سنين فهميه، قولي له اجري، قولي له روح لحد كبير اتكلم معاه، تعالى قول لي انا، روح قول للتيتشر بتاعتك، روح له قول لحد كبير انه ده مسكني في حته وحشه او ده حاول يعمل معايا حاجه. شويه شويه بطريقتك تحاولي توعي الموضوع ده من هم صغيرين جدا. يعني انا ليلي بنت اختي لغايه دلوقتي، ليلي ديد اني بادي تاتش هير، ديد اني بادي تراي تو كام كلوز، ديد اني ون حاول يعمل معاكي كده، لا نو باديز الاود، محدش مسموح له يمسكك هنا حتى لو القريبين منك، اونلي يور مام بس مامي يعني كده، حتى نوت ايفن مي كده بقول لها كده. فنو تقول لي نو نو انتي مايز نو، فهي حتى نفسها بقت دلوقتي فاهمه. الموضوع ده مهم قوي يا جماعه، مهم قوي لانه بيسيب سكار وعلامه في قلبنا وفي وستات يعني الحمد لله احنا تخلصنا منه، ولكن في ستات كتير قوي بتعيش بيه وبيبقى بتكره الرجاله وبتكره. كنت لسه اقول لك احنا عملنا حلقات ستات ممكن تتجوز وتبقى كارهه جوزها بسبب ذكرى في عقلها تروما هي مش عارفه عنها حاجه، يعني هي اصلا نفسها مش عارفه ان هي بتكره جوزها بسبب الموضوع ده. بيبقى عندهم حاجه اسمها تروما او صدمه، صدمه سابقه بقى شبه المصطلحات العلميه السليمه. الموضوع ده مهم قوي 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 قوي. انا بشكرك وبحييكي اولا لصراحتك، لان احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده في عقرب الساعه وانا اتخضيت ان هي قدرت تقول. كان في هاشتاج اعلامي اتعمل على الفنانين المعروفين اللي قرروا ان هم يقولوا ان حصل لهم اعتداء جنسي وهم صغيرين، بس للاسف احنا هنا لسه في المجتمع الشرقي هو ما كانش اعتداء عشان برضه ما نقولش يعني حاجه بسيطه. فكره ان احنا نتكلم، احنا لسه ما عندناش استيعاب. لا هنتكلم وادينا اديني انا بتكلم وغيري بتتكلم وشجع ان شاء الله حد تاني يتكلم. الموضوع مش سهل والموضوع ان شاء الله هيبقى في توعيه اكتر، والدوله كمان بتشارك بده بشكل جيد جدا الفتره دي، ونطمح باكتر من كده كمان. نورتي. ميرسي يا قمر. وانتي الاقوى ودايما اقوى، وانا كنت مبسوطه فعلا قوي معاكي في الحلقه والله. ميرسي يا حبيبتي. ميرسي. شوفونا يا ستات في حلقة جديدة في انتي الأقوى، وتصبحوا على خير.